إلى ذلك أكد الرائد علي المحمود من غرفة العمليات في وزارة الداخلية ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالسلامة في هذه الظروف. نوصي المواطنين والمقيمين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالسلامة التي صدرت من وزارة الداخلية المتعلقة بداخل المنازل ولمرتادي المناطق العامة ومرتادي البحر وأثناء قيادة السيارة. وأخيرا وزارة الداخلية تتمنى السلامة للجميع، فإحنا نوصي جميع المواطنين والمقيمين بعدم التردد بالاتصال لتقديم بلاغ أو طلب المساعدة أو الإبلاغ عن أي شيء مثير للشك والريبة.